أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفجر شيليمي وليال عشر الشفع والوتر الليل إذا يسر 与离去时的黑夜 في ذلك قسم لذي حجر 对有理智者此中有一种门是吗 أم ترى كيف فعل ربك بعاد 难道你不知道你的主怎样惩治阿的人 إرم ذات العماد 有高筑的伊拉姆人吗 التي لم يخلق مثلها في البلاد 像那样的人在别的城市里还没有被创造过 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 怎样惩治在山谷里凿石为家的塞摩德人 وفرعون ذي الأوتاد 怎样惩治有武力的法老 الذين طغوا في البلاد 这等人曾在国中放肆 أكثروا فيها الفساد 乃多行不义 فصب عليهم ربك سوط عذاب 故你的主把一种惩罚倾注在他们身上 إن ربك لبالمرصاد 你的主却是监视的 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن 至于人，当他的主考验他，故优待他，并且使他过安逸的生活的时候，他说：“我的主优待我了。” وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا 当他考验他，故节约他的给养的时候，他说：“我的主凌辱我了。” بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ 绝不然 但你们不优待孤儿 لا تحاضون على طعام المسكين 你们不以济贫相勉励 وأكلون التراث أكلا لما 你们亲同遗产 وتحبون المال حبا جما 你们酷爱钱财 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 绝不然当大地震动复震动 وجاء ربك والملك صفا صفا 你的主的命令和排班的天神同齐来临的时候 وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى 在那日火狱将被拿来在那日人将觉悟但觉悟与他有何屁呢 يقول يا ليتني قدمت لحياتي 他将说但愿我在世的时候曾行善事 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 在那日任何人
不用他的那种惩罚惩治别人。ولا يوثق وثاقه أحد。任何人不用他的那种附属附属别人。يا أيتها النفس المطمئنة。安定的灵魂啊。ارجعي إلى ربك راضية مرضية。你应当喜悦的被喜悦的归于你的主。ادخلي في عبادي。你应当入在我的众仆里。وادخلي جنتي。你应当入在我的乐园里。